تسجيلات حرز الله هي الأفضل. كيف الجار لا جار بعادي بيكون قراب بيصيروا بعادي وكل إنسان بتمسك بعادي ما بتركها لو النسل لطراب كل التحيات لجنين وأهل جنين بالسجون لنا اخوات ولنا اخوي ومحتاجين لا وقف ولنا اخوي واذا بتدوم فركتنا لنخوي بجو الهاوي لا يوم الاحسان لآل عطيوي أدع سلام تحياتي لزدان العوض كل التحيات لأبو عمار إن راح نتنياه من أرضي راح الهم ومن عشقي للوطن اضطراب وراح الهام تحياتي لأسرع شعبي روح لهم بمجد وبأجل وبصحرا النقابة إن شاء الله ربنا يوحد الصفوف يا أبو حسام إن شاء الله وتطلع جميع الأسرة إن شاء الله أسرانا بالسجون ادوك لحظات مرة وما اتضمناش معهم بجد مرة لو نانسي عجرم ع مهرجان اتمر مرة بدك الناس كيوم الإحسان محبة الأسرى بقلبي موجود ولا مرة كمتها وراية عز الشهداء بيدي كمتها
فلسطين بتضل تعلى كيمتها بشهداء هتحتي الترامب. آيات القرآن البكرة يا سنها حتم سيوف أعداؤه يا سنها والله حماس يرحم الشهيد أحمد يا سنها مع الرنديس مع أبو شناب. إذا البرغوث المنصة عليها ترى الشعار يا ويلي عليها الجبهة الشعبية يرحم أبو علي أبو علي مصطفى تحت الترام. واجب علي أقول الشعر وحدي بغني ثلث شهور كرمال الوطن وحدي يا ربي بين هالأم وهالشعب يصير وحدي لحتى يعود أقصانا والتراب. برفع الراس إذا للشهيد عزيت برفع الراس إذا للشهيد عزيت وإن ضاقت عشتنا بنعيش عزيت. يا أبو عمار عكل الأحرار عزيت إلك ذكرى إلى يوم الإحسان.